أنا طالقة على المجموعة مالتي مجموعة السعادة، لأنه تبعث السعادة لكل من يرتديها. فهاي هي المجموعة الأخيرة من مجوهرات زينب اسكندر المعروفة بزوزو كهرمانة، واللي تعتبر من المصممات القلائل اللي أعادوا إحياء استخدام حجر الكهرمان ودمجه في عالم المجوهرات. طبعا هو حجر الكهرمان حجر طبيعي من صمغ الأشجار، ومثل ما أنت شايفة إحنا شغلنا بالمجوهرات متعدد متنوع، أحجار كثيرة، بس أنا اختاريت حجر الكهرمان لأنه حجر طبيعي، لأنه ألوانه حلوة، لأنه كنت أريد أسوي شيء مش فقط يلبسوا الناس للزينة بل للاستفادة بعد، لرونقه لطبيعته. والهدف من تصاميمها إن كانت للنساء أو الرجال منح كل منهم السعادة في هالستونز اللي بتعطي طاقة إيجابية للي بيرتديها. الكهرمان، اللولو، العقيق، هذولا أحجار طبيعية إلا ما تأثر على الإنسان من يلبسها، يعني تأثر على الشخص بس بطريقة إيجابية. معتقدات، مجرد يعني مثلا أنت تعتقدين بهالشي من حتلبسي حيصير هالشي، وبلس أنه حجر الكهرمان ما في تصبغات، ما في ألوان، ما في كيميكال. وحرصت تدخل على تصاميم هالذهب والألماس والأحجار الكريمة بالرغم أنه الشغل بالكهرمان مش سهل أبداً. حجر الكهرمان حجر كلاسيكي، حجر أنه يناسب الجميع، ما في أشكال كثيرة. إذا لاحظتي عملنا مثل شكل القلب، يعني هذا اللي نحاول نسويه، قلب دويرة، يعني ما تقدرين تتحكمين كثير في شغلة، فأحاول أتحكم بالتصميم شوية، نحاول نتحكم بالألوان. طبعا هاي الألوان كلها تكون معطشة في روسيا نعملها، عملت الأخضر الأحمر، ما تقدرين تغيرين كثير بالألوان. وبتلقى تصاميم زوزو كهرمانة إقبال واسع لدى السيلبرتيز والفاشينيستاز اللي بيحبوا شيء مختلف. أغلب الفنانات وأغلب المشاهير صديقاتي، فمن سويت البراند مالي حبيت أشاركه ويا صديقاتي أولا، حبيت أشوفهم وكلهم يعني حبوا، كلهم أعجبوا الفكرة هذه. شذا لبستها، وفي أكثر من فيديو كليب مالها تلبسه، فنانة أريام لبست، فاطمة جاسم، كثير فنانات لبسوا، وفرحانة أنه بعدهم باقي لابسيها، يعني مو تقولين أنه بس لبسوها مثلا كمجاملة أو كأنه هيك يعني شوفوها، لا، باقي لابسيها على طول ديلي يوز. يعني حتى مجموعة كبيرة من المشاهير الشباب بيحبوا تصاميمها، فايزة السعيد، محمد الفارس، كلهم قصاي، يعني جدا فرحت أنه لابسين، لأنه هي بالنهاية أريد أني مثل ما أنا نشرت السعادة هم هم دي نشرون السعادة إليّ.